من وجد آثارا تحت بيتي وباعها. أنا لا أعرف القوانين الحكومية في هذا الصدد، لكن أعرف الأشياء الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس، أي أن خمس هذا الركاز وهو دفن الجاهلية يخرج منها. هل هو صدقة أو زكاة؟ أعني مصاريف ومصاريف الصدقة ومصاريف الزكاة لم يوضحها.